عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في انطلاقة اشواط الانتاج والمنتجين. على بركة الله نسير بحضراتكم مع هذه الانطلاقة الخاصة بالحول المحليات الاصايل من خلال تواجد اشواط الانتاج والمنتجين. نسير بحضراتكم إلى المقدمة وإلى الصدارة حيث تتقدم المشاركين في هذا اللقاء الحق لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، حيث تتقدم وتسير إلى بداية هذا الشوط. بينما في المركز الثاني وصلت الآن الحذرة يابر بن صالح بن يابر العامري صاحبة الشوط في الأسبوع الماضي، حيث سجلت ناموسة وأداها الجميل. تشاركنا اليوم من خلال هذه اللحظات في هذا الملتقى لكذلك تشارك وتفوز وتنجز. عموما على كل حال نسير إلى المركز الثالث، والمركز الثالث وصلت من خلاله ريام لمالكها محمد بن علي بن راشد الكتبي، وصل خذ المركز الثالث. المركز الرابع هناك دارين لتعود الملكية لناصر بن بخيت بالنوبي العامري في المركز الرابع. والمركز الخامس أعود من جديد لأتابع الشامخة وشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، حيث يقدم الشامخة في هذه اللحظة تتواجد على المركز الخامس. بينما في المركز السادس هناك وصول من التماس سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري، يصل يحتل المركز السادس في هذه اللحظة. هكذا الست المراكز الأولى، نتابع المركز السابع. هذه المجموعة الأولى التي طارت وذهبت بناموس هذا الشوط حتى اللحظة. بينما المجموعة الثانية ناتي إلى المركز السابع في هذه اللحظة، ونواجه الهبيبة عبد الواحد بالخزع العامري يحتل المركز السابع. المركز الثامن وصلت أسياد محمد بن حسن بالثيم العامري، نهني كذلك على الناموس هذا اليوم. المركز التاسع شعار بالدين الدليوي مع الدرعية راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي، وكذلك نهني على فوز مراحب. بينما المركز العاشر هنا شعار عيلان بن عبد الله المهيري يقدم لنا دمار، تتواجد هنا مع هذه اللحظات وتحتل المركز العاشر. هذه النتيجة للأسماء الحاضرة، للأسماء المتواجدة في هذا الملتقى. مشاركة شيقة رسمية ما شاء الله مع الكبار، وما يدور من منافسة مع سن الكبار ما شاء الله تبارك الله. أعود إلى المقدمة حيث الحق لا زالت هي المسيطرة، هي المتقدمة حتى هذه اللحظات، وتسير بالمركز الأول لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. الحق هذه السلالة الهملولية الأصيلة ما شاء الله هنا في المقدمة واستطلاع المقدمة مع وجودها في أول المراكز وأول المنافسات. بينما في المركز الثاني واصلة الحذرة لصالح، تعود ملكيتها ليابر بن صالح بن يابر العامري، تتواجد على المركز الثاني. خذت ثاني المراكز، انتقل للمركز الثالث وثالث المراكز. نشاهد المركز الثالث لمحمد بن راشد الكتبي، هذه اللي وصلت محمد بن علي بن راشد الكتبي. الريام مريام مريام، لكن بالنوبي بدا يغير هذه اللحظه. يا سلام، دارين ناصر بن بخيت بالنوبي العامري خذ المركز الثالث.
المركز الرابع عريام محمد علي بن راشد الاكتبي يتواجد في المركز الرابع، بينما التماس على المركز الخامس سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري. يا سلام يا أبو خليفة، يقدم هذا الاسم ومشاركات مستمرة مع الكبار ومع التماس، يأتي على خامس المراكز. أنتقل للمركز السادس وأتابع هذه الشامخة من جديد، الشامخة الشامخة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، متواجد بوجود الشامخة في هذه اللحظة على هذا المكان وهذا الموقع. أما المركز السابع فهناك متابعة وقدوم من خلال هذه اللحظات. يا سلام، هذه اللي وصلت الان لهبيبه، عبد الواحد بالخزع العامري يتواجد على سابع المراكز. المركز الثامن اسياد لمحمد بن حسن بالثيمه العامري، المركز التاسع اسم جديد يبحر مع الكبسوله راشد بن سالم بن حلوكه يحتل المركز التاسع، بينما هذه في المركز العاشر الدمار تتواجد لعيلان بن عبد الله المهيري. ما شاء الله يتقدمون يشاركون ينافسون نحو التصدر مجموعات السباق ومجموعات النواميس اللي من خلالها يحصلون على المراكز الأولية وعلى النواميس وعلى يعني الانتاج الفاخر، الانتاج الفاخر والسباق الماهر. أعود إلى المقدمة ولا زالت الحقة حتى هذه اللحظات هي يعني بطلة لهذا التقدم، بطلة لمستوى هذا الشوط لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، مسيطرة متقدمة تاخذ زمام الامور وتقود هذه المجاميع بكل اداء جميل وبكل اداء مميز ما شاء الله، مع الانطلاقة ومع التحدي في المركز الاول في ناموس هذا الشوط، في تحدي هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله. اشوف البداية الموفقة دائما في كل المشاركات. المركز الثاني هناك الحذر يابر بن صالح بن يابر بن قمده العامري يتواجد مع وجود ثاني المراكز والمركز الثالث. المركز الثالث، المركز الثالث وين وصلنا مع ثالث المراكز، حيث يتواجد بن نوبي العامري يقدم دارين ناصر بن بخيت بن نوبي العامري يصل في هذه اللحظات ويشارك القمم. التماس حاضره، التماس حاضره سلطان بن خليفه بن سالمين الحميري على المركز الرابع. شوف هذا الشوط عيناوي حتى اللحظة، الشوط عيناوي برباعية أمامكم. المركز الخامس أريام راشد بن علي الاكتبي، هنا يأتي في هذه اللحظات محمد بن علي بن راشد الاكتبي ما شاء الله هذا المركز الخامس، والشامخة إلى المركز السادس. تقريبا انتهينا من حزام الغابات. شوف المركز السادس هذه الشامخة سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. المركز السابع يتقدم عبد الواحد بالخزع العامري في المركز السابع، والمركز الثامن ياتي بالثيمة مقدما كذلك اسم اخر من وجود اسياد على هذا الموقع محمد بن حسن بالثيمة العامري بمظفر، والبقية قادمون، نحن حاضرون متقدمون في هذه المشاركة مع الشواط الانتاج ما شاء الله والمنتجين، الشواط الانتاج والمنتجين. وعودة إلى الحقة، لا زالت مسيطرة، لا زالت مسيطرة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، هي المسيطرة حتى هذه اللحظات في قمة هذا الشوط. لكن هناك الحذرة أيضا متواجدة، الحذرة الحذرة سلالة هملولية ما شاء الله عريقة مع المحليات الأصائل. الحذرة تعود ملكيته ليابر بن صالح بن كمدة العامري، هو في المركز الثاني، في المركز الثاني. شوفوا شوفوا التحدي واللقاء جميل ما شاء الله، لقاء ودي جميل، لكن الا بد الواحد انه يكون حريص على ان يقدم يعني افضل النتائج، افضل النتائج خاصه مع بدايه الموسم. اللي يروح راح، يومك يومك، استغل يومك وفرصة يومك، لا تقول بعدين باكر بنتظر، لا تنتظر يا اخوي، روح 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 روح. المركز الثالث وصل بالنوبي مع دارين، دارين
ناصر بن بخيت بن نوبي العامري وكذلك التماس قادمه سلطان بن خليفه بن سالمين الحميري يحتل المركز الرابع. المركز الخامس وصلت الان الدرعيه، وصلت الدرع والهبيبه، الهبيبه عبد الواحد بالخزع العامري يحتل المركز الخامس. المركز السادس شامخه سعد احمد بن سلطان الحلامي، وكذلك هناك من الجانب الاخر وجود من اسياد محمد بن حسن بثيمه العامري يقدم اسياد على المركز السابع. هذه السباعية خلاص يعني ما في غيرهم إلا هم في المقدمة، إلا هم في مقدمة الشوط. يعني البداية من الحذرة بدلت الآن المركز الأول، غيرت موقعها هذا الشوط إلى الصدارة. يابر بن صالح بن يابر العامري المركز الثاني، أتابع التماس سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري ياتي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث مع سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، والمركز الرابع وصلت الهبيبة، عبد الواحد بن خزع العامري. المركز الخامس وصلت دمار، ايلان بن عبد الله المهيري. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام، لكن مثل ما قلت لكم، مثل ما ذكرتكم بان الحذره هي بطله الشوط. هذه الحذره يا سلام، زاخر سلام وتحيه مع وجود الحذره. يابر بن صالح بن يابر بالقمده العامري هو الان المتقدم، يقود راموسي هذا الشوط. محاولات من الاخوه الاشقاء الاخوان ابناء العموم، لكن خلاص الذلول راحت. هذه اللي امامكم الحذره، حذرتكم منها من البدايه، قلت لكم بان سجلاتها ذهبيه، مشاركاته حافله، واليوم في الثمانيه، خلاص يعني متمكنه سلاله الحذر، سلاله هملوليه غنيه عن التعريف. هذه السلاله يوم تيك سبوق ما شاء الله عليها، يوم تيك في الانتاج بعد ما شاء الله على انتاجها، كلها معاك في الفورمه. السلاله الهملولية الأصيلة ما شاء الله، شوفوا بدون أي منافس على الإطلاق، خلتهن في رقعة وراحت بالانتصار، وآليها ما حركوه، تماما. هذه أمامكم في مقدمة الشوط في المركز الأول، آليها في الفوطة وهي في المركز الأول مبسوطة بمقدمة الشوط. الحذرة تانينا، والناموس ليابر بن صالح بن يابر العامري. سلام لأهل العين، سلام يا زاخر سلام على هذا الفوز والانتصار. الحذرة تعلن بأنها بطلة لناموسي هذا الشوط، شوط الانتاجي والمنتجين. المركز الثاني الهبيبة لعبد الواحد بالخزع العامري، التماس في المركز الثالث خليفة بن سالمين الحميري أو سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري. المركز الرابع هذه دارين لناصر بن بخيت بن نوبي العامري، والمركز الخامس أسياد لمحمد بن حسن بالثيمة العامري حصل على المركز الخامس. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، هكذا هي الخمس مشاهدين الكرام من خلال الانطلاقات والتواصل والتنافس. توقيتنا أمامكم على الشاشة للحذرة 7 دقائق أو 12 دقيقة 57 ثانية، 7 أجزاء من الثاني. في المركز الأول الحذرة هذا توقيتها زمني، ثاني اليابر بن صالح بن يابر العامري، وسلام لأهل زاخر سلام. المركز الثاني لحظات الوصول ب 13 دقيقة و4 ثواني أو 6 ثواني وجزئين من الثانية. ثانينا والناموس لمالك الهبيبة عبد الواحد بالخزاع العامري، قطعت المسافة الهبيبة في هذا اللقاء. التماس ب 13 دقيقة 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية. سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري ثانينا على الفوز والانتصار في هذا اللقاء.